السيد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط. مساء الخير يا معالي المحافظ، أسألك عن العقبات التي يمكن أن تكون موجودة أمام الناخب في أسيوط، حجم المشاركة شكله إزاي، إدارة الملف كيف تتعاملون معه؟ هو الحقيقة الحمد لله ما فيش أي عقبات، احنا بقالنا 3 أيام في عرس ديمقراطي، كل الجهات المشاركة قبل البداية بأسبوعين كنا متشاركين في سواء جهات التأمين منطقة العسكرية الجنوبية أو مديرية أمن أسيوط على أعلى مستوى، السادة القضاة تواجدوا في اللجان بتاعتهم قبليها بيوم، فتح اللجان مستمر، الإخوة الأفاضل في الحكم المحلي متشاركين في تجهيز المقار، مظلات ومقاعد وكراسي للإخوة الكبار السن أو المعاقين، كل بتشارك في إخراج عرس ديمقراطي لإبراز مدى حبه للبلد وإبراز الوطنية. حقيقة ما فيش، الحمد لله أنا لفيت على مدار 3 أيام كل مراكز المحافظة، أنا لسه جاي براجع من جولة في الجنوب المحافظة، عندنا أبو تيج وصدفة والغنايم والنخيلة، الحقيقة كله متشارك، كله نازل بحب، حاسين إن هم بيأدوا الواجب اللي عليهم نحو دستور بلدهم في الفترة اللي الدولة بتمر بيها حاليا، كله عايز يبين مدى وطني. نعم، شكرا لك سيد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.